اهلا وسهلا بيكم معانا في حلقه جديده من بالهنا والشفا. عارفين اول يوم بنروح فيه للدكتور ناخد ورقه الدايت المحترمه دي بيبقى مكتوب فيها، لا الحقيقه اول اسبوع بيبقى مكتوب فيه يمكن مره او اتنين بس مكرونه او نشويات للاسف، واول ما بناخد الورقه ونحس ان فيها نشويات قليله يبتدي رقنا يجري على طبق مكرونه بالجمبري، طبق مكرونه باللحم المفرومه، شويه رز بالصلصه كده. انا النهارده هعمل معاكم وجبه مكرونه من غير مكرونه. في الكتب الانجليزي بيسموها زودلز، وهقول لكم الاسم ده جاي منين عشان تقدروا تكتبوه وتدخلوا تعرفوا اكتر عن الوصفات الكثيره اللي ممكن تعملوها بالزودلز. الزودلز جايه من كلمه زوكيني، وزوكيني دي اللي هي الكوسه بالانجلش، باللغه الانجليزيه اسمها زوكيني. فكتبوا حرف الزد وبعدين اودلز اللي هي بقيه كلمه نودلز. احنا هنعمل الكوسه نقطعها بشكل او بطريقه يبان انه شبه النودلز، فاحنا بناكلها نبقى حاسين ان احنا بناكل نودلز. طب هل هي نفس الطعم قوي؟ يعني احنا هنتغلب على فكره انها مش نفس الطعم بالتتبيلات بتاعه الخضار او بتاعه البروتين اللي هنحطها عليها. واوعدكم انا عارفه ان الموضوع اول ما تسمعوه كده تحسوا انه غريب، بس اوعدكم لما تجربوها هتبقوا بتعملوا الوصفه دي مرتين ثلاثه في الاسبوع. تعالوا الاول اوريكم بتتعمل ازاي. اللي ما عندوش مكنه زي دي، هي بتتباع على فكره دلوقتي في محلات مستلزمات المطبخ وموجوده ومتوفره جدا جدا. ما عندناش في اوبشن تاني برايه بتتباع برده ومتوفره جدا جدا. بصوا انا حطيت الكوسه هنا حشرتها ما بين ده وده فمسكت. بصوا بقى تبتدي ايه تطلع الشكل الظريف قوي ده. الحقيقه المكنه دي انا جبتها جديد، بس انا من اول ما بعمل زودلز في البيت بعملها ببرايه بدائيه جدا جدا جدا، عامله زي برايه القلم الرصاص كده، وبمسك الكوسه وكاني ببريها بتطلع نفس الشكل. فاللي مش هي دي مثلا مكلفه عن البرايه، البرايه انا بشتغل بيها في البيت وبتبقى هايله. مشكله البرايه في حاجه واحده بس، ان انا بقدر اعمل كده في الكوسيه بتاعتي في ثمره الكوسه بتاعتي لغايه مثلا تلات ارباعها، اخر ربع ده لو جربت واتكيت قوي على نفسي عملته ممكن اتعور، فباخد بقيه ربع الكوسيه دي ادخلها في وصفه خضار تانيه. طيب حلو، هاخد بقى الكوسه دي واحطها شويه اللي معمولين معايا واقول لكم اول طبق زودلز او مكرونه من غير مكرونه هنعمله مع بعض بطعم ايه. هنعمله مع بعض بطعم الجمبري. معانا ايه؟ معانا الزودلز او الكوسه المبشوره بالطريقه دي، معايا كمان جمبري بدون قشر ومفيش مشكله لو في الديل بيبقى شكله حلو في التقديم. هتبله بايه؟ صويا صوص، عسل، ثوم مفروم، هريسه، ملح وفلفل، عصير وبشر برتقال. هقدم بقى الطبق بايه؟ هقدمه بجبنه بارميجان وورق ريحان، ولو معايا شريحتين برتقال يبقوا حلوين. هعمل ايه؟ بص او للزودلز او الكوسه بتاعتي انا ما جيتش جنبها نيه خلاص. من الحاجات اللي ممكن تبوظ الطبق ده هو ان انا اهري او ادوس في السوى على الكوسه، عشان كده بحب اعمل البروتين بتاعي ايا كان خضار بروتين الحاجه اللي هحطها فوق الزودلز بتاعتي اجهزه. و بصوا بقى دي مش كتير، واحط الزودلز تستوي معاه على النار، فبتبقى ايه تقليبه كده سريعه، فعمرها ما بتلحق تنزل ميتها لانها بتنزل على طاسه سخنه ولا تستوي زياده عن اللزوم. الصويا صوص اتعلمتها كده مره، كنت في كلاس او في حصه بتاعه طبيخ. الصويا صوص يحب معاه حاجة من الحمضيات، ليمون، برتقان، ويمشي أناناس، بس يعني الليمون والبرتقان أكتر حاجة متوفرة. فكل ما تجربوا تحطوا صويا صوص في وصفة جربوا تحطوا معاها شوية عصير برتقان وبشر برتقان أو ليمون، بيدوا طعم ظريف جدا جدا. بصوا بقى بحاول أجيب بولة أكبر نفضي فيها الجمبري ده علشان يتقلب في التتبيله حلو. الجمبري من الحاجات
اللي ممكن يستوي وهو بيتبل. يعني لو انا حط عليه مثلا عصير ليمون كتير او عصير برتقال كتير او شوية خل، بصوا بيستوي بسرعة رهيبة، فما تسيبوهوش وقت كتير على النار. طيب صويا صوص طبعا احنا عارفين انه مملح، فوانا بضيف الملح والفلفل بتاعي هعمل حساب انه هو اوريدي فيه شوية ملح من الصويا صوص. طيب قبل كده عملت معاكم حلقة، انا خفت اول حلقة الصراحة اعملها معاكم بالزودلز دي، كانت عملناها من شوية مع بعض، خفت اعملها كلها زودلز، فعملت ايه؟ قسمت الكمية شوية مكرونة سباجيتي وشوية مكرونة عادية من غير افتكاسات ولا شوفان ولا اي حاجة، وشوية زودلز. دلوقتي بقى بما ان جالي فيدباك وبعت وقلتولي ان طعمها طلع حلو قوي قوي، المرة دي بقى عاملاها معاكم كلها ايه؟ بالكوسة. طب لو انتم ما اتفرجتوش على الحلقة اللي فاتت وجايين الحلقة دي اول مرة تسمعوا عن فكرة الزودل، جربوا نص الكمية كوسة ونص الكمية مكرونة عادية. طب وعلى طول قللت السعرات النص. زي ما قلت لكم الجمبري من الحاجات اللي على قد ما هي سهلة في السوى على قد ما مهم ناخد بالنا من كام حاجة، من اهمهم ان انا ما كربسوش فوق بعضه، هي بتبقى طبقة واحدة من الجمبري على الطاسة بتاعتي. حتى لو هتعملوه على مرتين بس ما يتكربسش فوق بعضه. بس اول ما بيبتدي، شايفين اللي في النص دي اول واحدة اتحطت مثلا، اول ما بيبتدي ينكمش كده ويلف على بعضه تعرفوا انه ايه، تقريبا دخل في السوا خلاص. ريحة البرتقال والصويا صوص يجننوا مع بعض. طيب هعمل ايه بقى؟ انا دلوقتي مستنيه الجمبري ده يبتدي يدخل في سوا، انزل عليه هقلبه الاول كويس وبعدين انزل عليه بالكوسه. بصوا اللون بيقلب في ثانية. عايز اقول لكم من اسرع الحاجات اللي ممكن تسووها. بصوا اول ما بيكرمل كده الصلصة او الهريسة بتكرمل مع العسل كمان، مش قادرة احكي لكم على الريحة. طيب مش عايزين تعملوا المكرونة بالجمبري، انا هعمل معاكم بعد الفاصل وصفة مكرونة تانية بالزودلز برضو، بس تعالوا نقول مثلا واحنا بنسوي الجمبري ده احنا عايزين نعملها باللحمة المفرومة. وصفة اللحمة المفرومة العادية جدا اللي بنعملها، معانا ايه؟ بصلاية، جزراية، عيدان كرفس اخضر او فرنساوي، وهنقلبهم ونشوح معاهم حتة لحمة مفرومة، ننزل عليها بالصلصة وعصير الطماطم، نتبل بملح وفلفل وسبع بهارات، وبقى صوص الطماطم بتاعي او صوص البولوناز بتاعي جاهز. خلاص عايزين بقى تضيفوا له حتة توم تقدروا. دي الوصفة البيسك الرئيسية اللي انا بقول لكم عليها اللي هي ايه؟ بتاعة البولوناز. طيب ده بقى يتقلب كده، اول ما يبتدي اهو ابتدى ياخد لون الناحية التانية. عايز اقول لكم الجمبري ما بياخدش بجد وقت خالص. هنزل بقى، بيبصوا بقى عايز اوريكم حاجة، شايفين الجمبرية دي لونها لسه اهي، تحسوها شفافة شوية، دي كده ما استوتش. احنا لا يفضل ابدا ان احنا ناكل الجمبري وهو مش مستوي كويس، بالذات لو في اطفال هتاكل الاسماك والبحريات كلها من الحاجات اللي احب ان انا ابقى مسوياها كويس لو في اطفال بالذات اقل من 3 او 5 سنين هتاكل. خلاص طيب دلوقتي بقى نبتدي ناخد الزودلز بتاعتنا وننزل بيها. بصوا مخليه شويه صويا صوص على الجنب وشوية برتقان على الجنب، عشان ايه؟ اعمل كده صوص ظريف. بصوا حاجة بسيطة.
شوية من عصير البرتقال كمان. بس كده أول ما تبتدي، عارفين السبانخ لما بنحطها على النار بتعمل ايه؟ بتبقى كبيرة وكثيرة قوي في الطاسة، 3 دقايق على النار بتلاقوا المية اللي فيها نزلت وحجمها قل. نفس الفكرة في الكوسة، أول ما كميتها تبتدي تقل ابتدي ايه؟ اعرف انها دخلت في السوى. عايزة اغرف معاكم الطبق ده قبل ما اطلع فاصل عشان تشوفوا السوى بتاع الكوسة ازاي بجد ما بياخدش وقت. بصوا مفيش دقيقتين من ساعة ما حطيناها. حلو بقى ايه، نجيب الطبق وايه نغرف. عايزين بقى تدوقوا دلوقتي في المرحلة دي وتشوفوا الكوسة دخلت في السوى كفاية بالنسبة لكم ولا لأ. تقدروا بصوا ما بتتقطعش، هي مش مهرية، اوعوا تهروها. عايزين بقى تدخلوا في الصوص او في العصير البرتقال والصويا صوص اللي احنا عملناه ده زيادة. عايزين تحطوا شوية جبنة بارميجان تقدروا، عايزين تحطوا شوية جبنة موتزاريلا او تحطوا كريمة لباني او شوية لبن يديكوا الصوص الابيض ده تقدروا. الطبق الكبير قوي ده اتعمل بنص كمية الجمبري اللي انا مجهزاها، شايفين بقية الكمية على جنب، بس اعمل بيها طبق تاني. استنونا بقى بعد الفاصل هنرجع لكم نقدم معاكم طبق المكرونة ده ونحط شوية عليه كده جبنة بارميجان ونعمل معاكم طبق تاني مكرونة من غير مكرونة. استنونا. اهلا وسهلا بيكم معانا بعد الفاصل، رجعت لكم بوصفة مكرونة تانية من غير مكرونة. هعمل معاكم زودلز بالخضار. زودلز الخضار الحقيقة من اطعم الاطباق اللي بتطلع الزودلز بيها او المكرونة بتاعة الكوسة. عايز اقول لكم انها الجمبري ظريفة جدا، بس والله اللي بالخضار دي احلى منها 100 مرة، او جايز لان انا بحب المكرونة اللي بالخضار. والحقيقة مدخلة فيها شوية مكونات كده مخلية طعمها حلو قوي قوي. تعالوا نشوف مكوناتها ايه. احنا معانا الكوسة وهعمل معاكم شوية تانيين علشان تشوفوا بتتعمل ازاي كويس. معانا كمان جزر متقطع كده رفيع كأنكم هتعملوا سلطة اسيوي. لو مش عارفين تعملوه كده اعملوه في زي الزودلز بالظبط. معايا كمان بتنجان مشوي مكعبات، مكعبات طماطم، مكعبات بصل، ثوم مفروم، صلصة طماطم معلقة واحدة مش اكتر، وفلفل الوان، وممكن يبقى معايا شوية مية من بتاعة مية شوربة، كنت هقول لكم مية بتاعة المكرونة. يا معايا اي شوية مية او شوية شوربة علشان اعمل بيهم اخفف بيهم الصوص. طيب اول حاجة هحط ابتدي اعمل المكونات دي على النار وهي شغالة، هعمل معاكم شوية من الزودلز. هنعمل ايه؟ هياخد معلقة كبيرة زيت زيتون، معلقة واحدة كبيرة، شايفين قد ايه؟ معلقة واحدة. فكرة الوصفات اللي بنعملها مع بعض انها صحية، وصحية معناها ان فيها دهون صحية ولكن الدهون محدودة مش مبالغ فيها. ادي البصل و هتزيله تشويحة مع الثوم والفلفل الالوان. عايزين فلفل اخضر بس تقدروا، عايزين تحطوا قرن فلفل حامي هنا تقدروا برضو هيبقى ظريف قوي. حلو، هحط عليهم مكعبات الطماطم بقول لكم. لو عايزين تعملوا نفس الوصفة دي بمكرونة عادية مش عايزين تجربوا الزودل، احرصوا ان انتوا تحطوا كمية خضار اكتر بكتير من المكرونة. طيب هسيب بقى دول يتشوحوا شوية وبعدين هنزل بالبتنجان اخر حاجة. ليه؟ لانه البتنجان اساسا انا شوياه في الفرن. طب شوياه ازاي؟ مكعبات عليها زيت زيتون وملح وفلفل اختياري خلاص، وزيت الزيتون برضو كمية ايه محدودة مش كتير. تعالوا بقى ايه نعمل شوية زودلز كده مع بعض عشان نشوفوا بتعمل ازاي. عارفين المكرونة الارابياتا؟ تقدروا تحطوا اي بهارات بتحطوها المكرونة اللي بالصلصة العادية.
عايزين تحطوا شطة، عايزين بصوا بقى كده، انتوا هتقعدوا بتجربوا، كل مكنة عايزة طريقة ايديكوا هتاخد عليها. جايز اول واحدة تعملوها ما تبقاش ظابطة، بس الباقي بعد كده هيظبط. يعني مثلا هديكم مثال، المكنة دي عايزة ايه؟ هي مش مفروض تبقى ممسوكة من هنا، خلاص هي مفروض بتزق نفسها، بس هي عايزة حد ماسكها من هنا. هو كل واحد هيجيب طريق، واحدة مكنة ايده هتاخد عليها بس في اول مرة استخدام. بصوا انا صباعي هنا ماسك بيزق، عشان لو حد هيجيب واحدة زي دي وما زبطتش معاه يجرب انه يبقى ماسكها كده. طلعت كمية عظيمة من الايه؟ الزودلز او نودلز الكوسة. طيب بصوا بقى، في البراية وفي المكنة بيبقى عندنا، انا من الناس اللي ما بحبش يعني اتخلص من ولا حتة في الخضار، بيبقى عندنا القطعتين دول فاضلين اهو، هتدخلوهم في وصفة تانية او هتقطعوهم وتحطوهم مع شوية الخضار دول يتشوحوا. خلاص اخد بقى انا دول زودهم على شوية النودلز اللي اوريدي معمولين. من هنا ايه بقى؟ شوية ملح وشوية فلفل والصلصة بتاعتي. ابتدى يبقى ايه؟ ريحة الخضار بالصلصة تطلع. فاضل يتحط عليهم شوية مكرونة. مكرونة بقى عايزين تعملوا ميكس مكرونة عادية على زودلز تقدر، عايزين تعملوا زودلز بس اللي هي مكرونة الكوسة تقدر. ممكن مرة تانية نعمل حلقة زودلز تانية، وبجيب لكم البرية بتاعتي من البيت، بقول لكم لسه محتفظة بيها مع ان انا جبت مكنة زي دي، بس صدقوني البرية ظريفة جدا. ناخد ايه بقى؟ شوية من النودلز بتاعتنا. طيب لو احنا عايزين نسوي الخضار ونحطه عليها على طول هنعمل ايه؟ ولا حاجة، هندخلها المايكرويف او هنديها سلقة 3 دقايق مش اكتر، لانه فعلا لما بتستوي زيادة عن اللزوم بيبقى طعمها مش حلو وبتنزل مية كتير فبتفقد قوامها. وايه فكرتها في القوام؟ المرة اللي فاتت عجبتكم قوي وجالي بعتولي كتير قوي على فكرة انه كانت الكمية بالنص، مكرونة سباجيتي والنص زودلز. جربوا بقى، خلي يجيلكوا جراءة المرة دي وتعملوا الطبق كله بالزودلز بس او بمكرونة الكوسة بس. دايما كل حاجة كده نجربها بخطوات، فايه جربت اول مرة وعجبتكوا جربوا بقى المرة دي ايه؟ كلها زودلز. نغرفها. بصوا بقى هنعمل ايه؟ هنقدمها ازاي؟ ناخد بقى شوية من البتنجان ده نحطه كده، ممكن تدخلوه مع الصلصة وممكن تحطوه على الوش كده، طريقتين تقدروا تدخلوا بيهم البتنجان. طيب هنقدم ازاي بقى؟ تعالوا، اللي فيها صويا صوص وبرتقان دي يبقى ظريف قوي لو حطينا كده، بحيث اللي بياكل يبقى عارف ايه مكونات الطبق. وناخد شوية من الجبنة البارميزان نحطها على الوش. وكذلك هنا اقول لكم بجد بتبقى حلوة. دايما بنقدم طبق زيادة فيه شوية جبنة بارميجان جنب المكرونة علشان اللي عايز يزود يقدر يزود في طبقه.
يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. عملنا معاكم مكرونة من غير مكرونة، عملنا مكرونة الكوسة. الفكرة في طريقة تقطيعها وطريقة تسويتها، جربوها ما تخافوش هتعجبكم. عملنا معاكم وصفة بالجمبري ووصفة بمكرونة بتطلع كده طعمها زي مكرونة الأرابيتا أو اللي بالخضار، اعملوها سبايسي وحطوا قرن فلفل حامي وهتستمتعوا بوجبة غدا تجنن بسعرات حرارية لا تذكر. ابعتوا قولوا لنا عايزين نعمل معاكم وصفات ايه تاني، واستنونا في حلقة جديدة من بالهنا الشيف.